الإدمان خطر يتزايد وأشكاله تتعدد، لكن خطورته يعني أصبحت أكثر مما يمكن أن يحتمل الصمت إزاءها، خصوصا مع ظهور متجدد ومستمر لمواد كيميائية مركبة ومخلقة ورخيصة الأثمان ومنتشرة في الأماكن الشعبية وفي الريف المصري، وأصبحت بالفعل يعني وحشا ينهش في العقل المصري وفي الوعي المصري. ما الذي يمكن أن يحدث؟ خصوصا لما بنلاقي تصريح دكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بيقول إن الهيروين احتل المرتبة الأولى للتعاطي هذا العام بنسبة 32% و15 من مية، يليه الحشيش بنسبة 31.9، ثم الترامادول بنسبة 18% و4 من عشرة، يليها المخدرات التخليقية الاستروتوكس، دواء الاستروكس والشابو بنسبة 17%، كما تبين أن التعاطي يحدث في سن مبكرة للأسف حوالي 40% التعاطي ما بين 15 إلى 20 سنة. هذا أمر يستحق أن نتوجه بالسؤال نفسه إلى الدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. أهلا بيك دكتور. دكتور أحمد أهلا بيك يا فندم، منورنا. أهلا بيك يا أستاذ إبراهيم، أهلا بيك وبالسادة المشاهدين. هل الأرقام والنسب التي أعلنها دكتور عمرو عثمان تشكل أحدث الأرقام والنسب التي وصلت إليكم، وعلى أي يعني معايير بيتم حساب هذه النسب؟ هل معايير من أعلن يعني تعاطي أو من ذهب للعلاج في مراكز العلاج، ولا نتيجة عمليات القبض والرصد اللي بتقوم بيها الداخلية؟ لا، الحقيقة الأرقام اللي أعلنها الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق مساعد وزير التضامن دي أرقام الحالات اللي ترددت على المراكز العلاجية الصندوق بيقدم من خلالها خدماته. يمكن احنا لغاية دلوقتي في العشر شهور الأولى من 2022 قدمنا الخدمة لما يقارب من 136,000 متردد على المراكز دي، فدي الأحدث داتا خاصة بيهم، أكتر أنواع المخدرات اللي بياخدوها وحضرتك عرضت ليها بشكل وافي جدا. معنى دول اللي راغبين في العلاج، إنما المدمنين أنفسهم بقى اللي هم ما ذهبوش لمراكز العلاج، دي إحصائيات أخرى وأرقام أخرى تبدو بعيدة عن الرصد الدقيق. خالص بالعكس، إحنا مهتمين جدا بده. مصر من الدول مهتمة جدا بالقضية دي. البداية اسمح لي أشكرك أستاذ إبراهيم إن أنت اخترت القضية دي إنك تعرض ليها وتتناول ليها. إحنا يهمنا جدا إن البرامج كثيفة المشاهدة والمذيعين المحترمين المثقفين اللي على قدر من الوعي زي حضرتك يبتدوا يتناولوا القضية دي ويسلطوا الضوء عليها، لأن دي قضية لا تقل بأي حال من الأحوال عن قضايا الإرهاب. صحيح. دي قضية أمن قومي. صحيح 100%. احنا بنرصد قضية المخدرات بشكل دقيق جدا في المجتمع المصري. هل عندنا خريطة واضحة يا دكتور احمد؟ طبعا يا فندم، احنا عندنا مشوح ستة كل 5 سنوات نتتبع الظاهرة نرصدها، ودي المعايير الدولية. نرصدها نشوف ايه اكتر انواع انتشرت، الفئات العمرية، ايه الاسباب، وكل 5 سنوات نحط استراتيجية وخطة للتدخل. اعتقد ان ده كان فعال جدا. انا لو تسمح لي ان انا استعرض لحضرتك. فضل ارجوك. يعني اخر يعني المسح قبل الاخير اللي كان حوالي 2010 2011، النسب فيه كانت يعني فجه جدا وتخض. كانت نسب التعاطي في مصر ضعف المستوى العالمي. في 2010 اللي كان عندنا 10% نسب تعاطي في الفئه، يعني في الفئه العمريه في المسوح عندنا بنقول من 12 ل 60 سنه، عشان مش عايز حد يقول 10% من اجمالي السكان يبقى في مصر كام متعاطي. لا، ما بتتحسبش كده. من الفئه العمريه من 12 ل 60 سنه كان 10% متعاطين، وكان 3.4 من 10 مدمنين. طيب، كان في خطه تدخل قويه جدا. بعدها بخمس سنين اجرينا المسح الجديد في 2019. نسب التعاطي تماشت بصوره كبيره مع النسب العالميه، وصلنا ل 5.9 من 10.
5.9% من المجتمع، من المجتمع في الفئة العمرية من 12 ل 60. دي النسبة. طيب واضح انه في الجهد له ثمرة، يعني البرامج اللي اتحطت قللت النسبة من ضعف المستوى العالمي الى مسار العالمي نفسه. طيب طبيعة المخدرات نفسها بقى اتغيرت في المسح الجديد؟ الايه يا فندم؟ طبيعة المخدرات نفسها، نوعية المخدرات. طبعا احنا في الفترة الاخيرة لما حضرتك اتكلمت على المخدرات التخليقية، المخدرات التخليقية ظهرت بصورة يعني قوية جدا في فترة كورونا. فترة كورونا حضرتك عارف ان حصل غلق للمواني والحدود وللدول. طبعا تجار المخدرات والمافيا الدولية يعني كان الامور قاسية جدا عليهم، فتم استحداث يعني المخدرات التخليقية اللي تخلق داخل البلاد وداخل كل دولة عن طريق بعض التركيبات الكيميائية. احنا خلينا نقول ان المخدرات دي هي اخطر الانواع اللي عارفها البشر على مدار تاريخه. مخدرات خطيرة جدا، اللي هو اثرها افدح من المخدرات التانية بشكل غير عادي. يعني احنا خلينا نقول يا استاذ ابراهيم لكل اللي بيسمعنا ان المخدرات كلها خطيرة، ولكن في رحلة كده للمخدرات الشخص بيمر بيها عشان يوصل للإدمان، ما بين تعاطي تجريبي او ترويحي في فرح في مناسبة في معرفش ايه، في تعاطي شبه منتظم، في بعد كده تعاطي منتظم، في إدمان، بيمر برحلة كده بخطوات بتاخد لها شوية وقت. المخدرات التخليقية لغت الرحلة دي من اللحظة الأولى. المخدرات التخليقية تعاطي في إدمان فورا، يعني ثاني مرة تعاطي في إدمان، زائد بقى الأثار بتاعتها. يعني خلينا نقول إن الشخص المتعاطي للمواد التخليقية خاصة الشاب والكريستال ماس، هنلاقي ان الناس دي بتعاني من عنف غير طبيعي، ردود افعال عنيفة ومبالغ فيها. عشان كده لما نلاقي في انتشار لحوادث وجرائم يعني تتميز بالعنف المبالغ على المجتمع المصري، الشخص نعرف ان وراه مخدرات تخليقية، شخص بياخد مادة مخدرة بتصيبه بالهلاوس والعنف، فلك ان تتخيل شخص غير مسؤول وغير واعي عن تصرفاته بيعاني من عنف مبالغ وعنده هلاوس، منتظر منه ايه؟ وحشيه شديده جدا. جدا. التخليقيه دي ارخص يا دكتور؟ هي طبعا عشان هي تتركب من بعض المواد، وداخل في تركيباتها بالذات الماده الفعاله فيها اللي هي الميس امفيتامين، ودي ماده منشطه جدا. يعني اعتقد ان يبقى التداول بتاعها واسعارها بسيطه مش غاليه، وده يبرر انتشارها في الريف. هي منتشره بصوره كبيره جدا 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 بين الفئات العمريه الصغيره، بيعتمدوا في ترويجها على الافكار والمفاهيم المغلوطه، وان الشخص اللي هياخدها بيبقى سوبر هيرو، بان بيقدر يقعد مش عارف كام ساعه ما ياكلش وكام ساعه ما ينامش، ويقدر يبقى عنده طاقه وباور وقوه، بيعتمدوا بده، ولكن ما بيتكلموش على اثارها المدمرة طبعا. طيب وعلاجها يا فندم يتم ازاي بقى؟ لا احنا اي شخص عنده مشكله مع المخدرات يعني اسمح لي ان احنا نقول رسائل طمانينه ليه. اتفضل. احنا يعني من خلال الخط الساخن بصندوق مكافحه وعلاج الادمان 16023، نكتبه يا جماعه على الشاشه. ده خط حكومي يا فندم بيقدم خدماته بالمجان والسريه تامه. اي شخص عنده مشكله مع المخدرات ايا كان نوعها ايا كان عدد سنوات التعاطي، احنا كل اللي عايزينه منه ان يكون عنده يعني دافعيه للعلاج، ياخد قرار انا عايز اعالج، انا مش عايز منه غير كده، لان قراره ده ودافعيته دي هو كده معايا 50% من العلاج. بقيه الامور كلها ان شاء الله بسيطه جدا. احنا عندنا نماذج يعني ومراكز نموذجيه، يعني اتمنى يكون عند حضرتك وقت تشرفني احد المراكز ونطور حلقه في المراكز عندنا، حضرتك تشوف بجد ازاي في بشر حياتهم بتتغير وبتتحول من النقيض للنقيض، ازاي شخص كان واصل لمرحله من الضياع وان هو كان يعني اصبح بيمثل خطر على نفسه وعلى الاخرين وعلى اسرته، مره واحده بيوصل ان هو يكون عنصر فاعل وعنصر ايجابي في المجتمع،
ودي مرحلة مهمة يعني جدا. هذا احنا الإدمان بنفضل يمكن أن متابعين يعالج؟ ومهتمين في المرضى بتوعنا لغاية لما بنوصلهم لمرحلة الدمج المجتمعي الكامل عظيم. والتفكير. يعني يا دكتور أحمد أنت بتطمننا أن المدمن يمكن أن يعالج ب 100% استاذ 100%، وأن المراكز يمكن أن تتلقى هؤلاء المدمنين وتنتقل بهم إلى مرحلة حتى الاندماج مرة أخرى في المجتمع، وده شيء مبشر وإيجابي ولا يزيع اليأس بين المدمنين أو أهاليهم وذويهم في أمل. خلينا نأكد إن الشخص المتعاطي للمواد المخدرة هو شخص مريض يستحق العلاج ومجرم. ده مهم جدا. جدا، لأنه 5% وتسعة من عشرة قرابة 6% من بين عمر 12 سنة إلى 60 سنة في مصر مدمن. وعشان متعاطي. كده متعاطي. متعاطي. وعشان المدمن. كده إحنا في المدمن حاجة يعني. ماسة للانتباه وحاجة ماسة إلى التحرك. عشان كده احنا هنجي لك يا دكتور أحمد كتامي في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، نشوف وندرس ونقدم للناس صور إيجابية ومشرقة لما يمكن أن يكون عليه المجتمع حينما يقرر أن يعالج نفسه من الإدمان. أشكرك جدا دكتور أحمد كتامي، مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. إلى فصل.